موضوعنا النهارده عنوانه العبارة المشهورة اللي اتكررت مرتين في هذا الأصحاح، عبارة الرب هو الله. وفي مقارنتنا للشخصيات السبعة اللي موجودة في هذا الأصحاح هنشوف مين إله كل مجموعة منهم أو كل شخصية منهم. هنبدأ بالأنبياء، والأنبياء دول بينقسموا قسمين متعاونين معا، وهم أنبياء البعل وأنبياء السواري. أنبياء البعل ده إله من حجر بيتعبدوا له، بيقدموا له ذبائح، بيؤمنوا به، بيخضعوا له، يعني بيعملوا كل اللي هم عايزينه، بيحطوا دستور ليهم تحت توقيع البعل، لأن البعل لا بيوقع ولا بيتكلم، فهم اللي بيشوفوه صالح في عينيهم وموافق للشعب وموافق لإرضاء إيزابل، بيقولوا ده البعل عايز كذا، البعل عايز كذا، البعل عايز كذا. طيب انتوا بتتبعوا هذا الإله، يعني ايه اللي بتجدوه راحة منه؟ يعني بيريحكوا في ايه الإله ده؟ هل بيكلمكوا؟ ما حصلش مرة البعل اتكلم ولا السواري اتكلمت، خشب اتكلم ازاي ولا حجر اتكلم ازاي؟ طيب امال يعني انتوا أمناء قوي ليه؟ ده اتضح من سيرتكم ليه وعبادتكم ليه ان فيها تجريح وسيل دم نزل، قاعد يجرح نفسهم بالسيوف ويضربوا نفسهم ويجروا ويعرقوا لما اتهروا ضربوا في نفسهم لغايه الدم سال من عندهم. يقول كده ايه؟ فصرخوا بصوت عالي وتقطعوا حسب عادتهم، يعني دي عادة العبادة، حسب عادتهم بالسيوف والرماح بالرمح حتى سال منهم الدم. ايه الأمانة الكبيرة دي؟ يقول لك ده عزنا في البعل، ده عزنا في البعل، احنا لينا غير البعل، لينا غير السواري. ليه؟ أصلك انت ما شفتش مائدة إيزابل، دي إيزابل عندها أكل، يا سلام، احنا بتوع إيزابل، بتوع مائدة إيزابل، نقعد الأكل كده، صدقني تستاهل يا بعل نقطع نفسنا للصبح عشانك، بدل فيها الخرفان دي وفيها المعيز دي وفيها البقر دي وفيها اللبن ده وفيها الأكل ده. إيه العز ده؟ الشعب في حال تاني خالص، وإحنا في عز كبير، إحنا عايشين على مائدة الملك. مين اللي وصلنا مائدة الملك دي؟ اللي وصلنا مائدة الملك الآلهة بتاعتنا اللي هي الملكة بتتعبد ليهم، اللي هو البعل والسواري، دول الآكلين على مائدة إيزابل. فوجئوا هؤلاء الناس إنه أمام الامتحان، والامتحان ده عمله ربنا. الحقيقة هو واضح إن إيليا اللي عمله هنا، بس إيليا هنعرف دلوقتي إنه مش حاجة إلا ياخد أمره من فوق، فعمله ربنا هذا الامتحان. الامتحان كان إيه؟ كان بيقول كده، يعطونا ثورين فيختاروا لنفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوا على الحطب، ولكن لا يضعوا نارا، وانا اقرب الثور الاخر واجعله على الحطب لكن لا اضع نارا. الامتحان قطع الثور حطه على الحطب ما تحطش نار، اطلب من ربنا يقبل الذبيحه وياكله بنار. بس ايليا ما اكتفاش بكده، ما يكفينيش كده، امال ايه؟ اولا جاب 12 حجر على عدد اسماء بني اسرائيل، وعمل ايه؟ وقال املاوا اربع جرات ماء. اشمعنى اربع جرات؟ هنفهمها دلوقتي، اشمعنى اربع جرات؟ وصبوا على المحرقه وعلى الحطب. ايه ده؟ طب دي هتبقى تخلي الحكايه صعبه خالص. هي ناقصه؟ احنا حطينا التور وقطعناه وما زدش نار، حتى هتحط ميه على ايوه هحط ميه. اربع جرات، وبعد ما عملوا اربع جرات قال ايه؟ ثنوا، فثنوا، وقال ثلثوا وثلثوا، يبقى كم جرة؟ على عدد أصباط بني إسرائيل، يبقى 12 حجر عمل بها المذبح و12 جرة مية. يا رب بارك بني إسرائيل كلهم من فوقهم لتحتهم، ال 12 سبط اللي هم غرقانين في ميتك ومقامين على أحجارك، المثبتين على صخر الدهور، واللي البركات بتاعك نزلت عليهم من أيام إبراهيم ويعقوب وهكذا. يا رب بارك. ونزل النار. ايه الخزي اللي حصل لانبياء البعل؟ ايه الخزي ده؟ يا ريت بس خزي. ده الرب جرأ ايليا
وقال امسكوهم ليفلت منهم رجل، فامسكوهم فنزل بهم إلي، ساقهم كلهم كده. واحد بيسوق مئات البشر إلى نهر قيشون وذبحه هناك. إيه القدرة دي؟ إيه السلطان ده؟ إيه اللي حصل ده؟ ده مش خزي، ده موت، ده هلاك. أيها الإنسان، أقول لك إن لم يكن الرب هو إلهك، وإن لم يكن الرب هو سيدك، وإن لم يكن شعار حياتك الرب هو الله، الرب هو الله، نهايتك الذبح، الهلاك، مش بس عند نهر قيشون، لكن هناك في النار الأبدية ستقضي أبديتك، لأن البعل كان إلهك، أو السواري كان إلهك، أو إيزابل كانت آلهتك، أو أخاب كان إلهك، أنك لم تكن تتعبد للرب. دول أنبياء البعل وأنبياء السواري. الطبقة الثانية المساوية ليها، ما نقدرش نحسن منها، مساوية ليها إيزابل. إيزابل دي بقى إيه؟ دي إيزابل أرسلت رسالة إلى نبي الرب بعد هذا النجاح العظيم، شلت في حركته، بقى ليه يتلخبط خالص للأسف. رسالة إيزابل أنها مقتدرة قديرة في الشر، وبعدين نابوت الإسرائيلي شلته في لحظة بتزوير جريمة وشهود زور. إيه الذل ده؟ إيه الجسارة دي؟ إيه الدنس ده؟ إيه الفجور ده؟ كله في إيزابل، كله في إيزابل. عشان كده ربنا اختار عليها موتة. اللي موتوها اتنين، الاتنين دول عبيد، واحد خصي ده عبد ليها هي، رماهم فوق، والتاني قائد جيش بتاع جوزها، يبقى عبده جوزها، لأنه يقول لك عبيد داود يعني القادة بتوع الجيش بتاعه. فعبد جوزها جه موت جوزها وجالها، وبعدين هي رموها، وعبد جوزها دخل ياكل، طلع لقى ايه؟ الكلاب كلتها. يعني عبد جوزها بياكل والكلاب بتاكلها. شفتوا صورة زي دي رمزية قصدها الرب؟ الكلاب بتاكل لحم إيزابل وعبد جوزها بياكل. ايه ده؟ لأن عبد جوزها بيهتم بمشيئة الله، ياهو ابني نمشي. إيزابل أنت مين إلهك؟ أنا إلهي أثبعل، وكمان إلهي العيلة. أنا دخلت على الأمة الإسرائيلية، وأنا مش إسرائيلية خالص، يا من صيدون، أنا مش إسرائيلية أبدا، بس أنا لازم أطور الأمة الإسرائيلية. غيرت إيزابل يعني تاريخ الأمة الإسرائيلية، لدرجة لما جاء إيليا قال لهم يعني ليه اللي خلط ده بين الرب وبين البعل؟ يعني كان لسه سيرة الرب موجودة في الأمة، لكن إيزابل شغالة تحديث، شغالة شيل اسم الرب، شيل اسم الرب، شيل اسم الرب، شيل اسم الرب. نطلع فوق نلاقي إيه؟ نلاقي أخاب. أخاب أنت مين إلهك؟ يقول لك يا أخي حاجة تحير، يعني أنا إسرائيلي لكن برضو إله إسرائيل يعني مش مقنع قوي. فإله إسرائيل رأيه أنه نسجد بس في أورشليم. طب ما أنا اللي قلت للشعب نسجد في أورشليم، يبقى الشعب حيميل لمملكة يهوذا هناك، هيروح المملكة هناك ويقعد هناك. صحيح هناك يهوشافاط صاحبي، لكن احنا مملكتين مش مملكة واحدة. ايه اللي نديهم هناك ليه؟ طب انا احتفظ بيهم هنا ازاي؟ فالسياسة تستوجب ان انا لا اكون اسرائيلي في عبادتي. ايوه صحيح انا من احد اسباط اسرائيل، لكن انا ما لا ينبغي ان اكون اسرائيليا في عبادتي. اسرائيلي في اسمي، لان انا اسمي ملك اسرائيل، اكون يعني ما اكون إيه؟ انا ملك اسرائيل، لكن في عبادتي انا مش اسرائيلي. لا، اسرائيل ده معناه يعقوب، يعني معناها الله. لا لا لا، هو اللي غير اسم اسرائيل. ثم ثانيا، اللي يمشي وراء اله اسرائيل مش دائما بينجح، صحيح بعض الاحيان بينجح وده صح، لان مش كل اللي بيقول انا ماشي وراء اله اسرائيل بيبقى ماشي. في ناس ماشيه بالصوره بس ما بينجحوش، لكن في ناس ماشيه بالحق دول بينجحوا زي ايليا. لكن انا مثلا عمري لما جه وخد السامره وبناها بقى مشهور جدا في العالم كله. عمري ده من اشهر ملوك العالم في ذلك الوقت، في حفريات لغايه دلوقتي باسمه، ده ابو اخاب. فانا جاي زيه، ده بابا ده راجل عظيم جدا جدا،
ومشهور جدا ومكتوب عنه يعني تواريخ بعضها موجود إلى الآن. فأنا ماشي وراء سيرة أبويا، أنا ماشي وراء السيرة اللي فأنا الحقيقة بالنسبة لي اللي ينفعك هو ده إلهك، اللي تلاقي فيه خير ليك هو ده تمشي وراء، شوف الخير فين وامشي وراء. موت أخاب ربنا رتب له طريقة زي ما هو عملها في هوشافاط، ربنا عملها فيه، ربنا يحب الحتة دي. يقول لك أنت تكيد لأولادي هتشوف أنا أعمل فيك إيه. قال له يا هوشافاط أنت ألبس لبس بتاعي وادخل وأنا أتنكر. ودوكها ملك غلبان حسابه مع ربنا، يا ربنا بعت له رسالة وحشة بعدين، قال له عليك غضب من الله مع أنك ابن ربنا، لأنه سلم نفسه وشعبه وجيشه لأخاب. فدخل يهوشافاط المعركة، جم يضربوه، صرخ ده مش هو أخاب، احنا عايزين أخاب، ما لناش دعوة بيك انت، سابوه. فواحد مش دريان بحاجة ربنا قال له اسمع اضرب السهم كده، هو ضربه كده مع سهم زيادة وليه ضربه خلاص، راح نزل بين أوصال الدرع اللي فيه أخاب. لما حدش عارف ده أخاب لابس متنكر انه عسكري، وبعدين ترى الدم يسيل، ده دم يسيل. لما واحد دم يسيل يقول ايه؟ ودوني الطبيب. ودوني الطبيب مين؟ مش ممكن، ان انت قائد الجيش، كلهم عارفين انك انت قائد الجيش، الاعداء مش عارفين، لكن الجيش كله باصص لك، ده احنا لو سحبناك من المعركه المعركه ضاعت. عملوا له ايه؟ صلبوه، مسكوه كده من تحت، فوقف تمثال، هو تمثال، هو بينزف تمثال، هو بينزف بينزف، مات هو واقف، الدم نازل منه من الجرح بتاع اللي جاله في صدره ده لغاية لما مات وهو واقف. يا إلهي موت في إيدي، في حد مات في الدنيا هو واقف؟ إيه ده؟ ربنا بيقدر يتفنن يدي العقاب اللي عايزه إزاي؟ فضل الشعب، إحنا بنتعبد للبعل، خلاص يبقى نتعبد للبعل، ما تفكروا هل فعلا البعل حقيقي ولا قالوا لنا كده، قالوا لنا اتعبدوا للبعل، الملك والملكة قالوا لنا كده، خلاص احنا عايزين طريق السلامة. ايه طريق السلامة ده؟ اسمع كلام الرئيس وامشي وراه النهاردة بس خلاص. لو جه واحد تاني وقال لنا اتعبدوا ربنا، اتعبدوا ربنا، ما هو الملك هو اللي بيحرك الدولة، هو رئيس، ربنا اقام الملك عشان ايه؟ عشان يحرك الدولة، فاحنا بنتحرك مع تحركات الملك. قالوا لنا اعبدوا البعل، احنا بنعبد البعل كل يوم، رايحين للبعل، ليه؟ عيد للبعل كل يوم حسب المناسبات المحطوطة عندنا، حافظينها وبنعملها كل سنة. هذا هو الشعب، مسكين الشعب ده، عشان كده ربنا بعت لهم إليه. يا جماعة شعب فوقوا فوقوا فوقوا، فوق العالي عاليا وفوقهما الأعلى يلاحظ. خاف الله يا ابني، خاف الله، ليكن خوف الله أمام عينيك، لأنك في يوم من الأيام ستتقابل مع الله، وكل نفس ستتقابل مع الله لتعطي حسابا عما صنعت في الجسد خيرا كان أم شرا، هتتقابل مع ربنا. طلعنا في السفر بقى، نطلع فوق السفر، فوق السفر عندنا كام؟ ثلاثة. أول واحد الغلام، الغلام ده نقرأ عنه فين؟ في ملوك الأول 18 وعدد كام؟ وعدد 43. وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر، فصعد وتطلع وقال ليس شيء، فقال ارجع سبع مرات، وفي المرة السابعة قال هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صعيدة من البحر، فقال اصعد قل لأخاب أشدد وانزل لألا يمنعك المطر. بعد كده ما رشع غلام خالص. فصح 19 لما جت الرسالة لإيليا، وإيليا مشي وتعب والرب كلمه، فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك، ده ملوك الأول 19 عدد 15، إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على آرام، وامسح نمشي ملكا على إسرائيل، ده اللي قتل إيزابل، وامسح أليشع ابن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك. طب هنا السؤال، طب ليه ما يمسحش الغلام؟ ليه غلام؟
الغلام بيرمز الحقيقة لمجموعة المؤمنين اللي عندهم طاعة الروح، روح تاني، روح ارجع سبع مرات، فعلا راح سبع مرات، روح قول لأخاب، راح قال لأخاب، لكن ما عندهمش النمو المستمر في الطاعة بحيث يرسلهم الرب في إرسالية خاصة. الحقيقة هذا الغلام بيدي لكل واحد فينا تحذير. إيه التحذير ده؟ إن تعطيل تمجيد الرب لخدمتك وتعطيل ترقية الرب لخدمتك وترقية الرب لحياتك مش جاي من الرب، جاي منك أنت ومني أنا، بيجي مننا إحنا. إيه مننا إحنا؟ إن أنا أطيع لكن مش الطاعة الكاملة، عندي جزئيات في حياتي، عندي مواقف أظهر فيها. يا أحبائي اوعى يكون دي سمة من سمات خدماتك، يعني انك بتخدم لما يكون الموضوع فيه مدح، فيه كرامة، فيه ايه الحلاوة دي، ايه العظمة دي، ايه النهضة دي، إيه. ولما يجي الرب يمتحن الخدمة ويجيب علينا كده اضطهادات وقلب، اهرب اهرب وامشي ما انتش موجود، خد ديلك في سنانك، يقول كده امشي اجري على طول. مش مظبوط الكلام ده. ده اخونا ايه؟ اخونا الغلام. نيجي عمنا عبادي. عبادي ده لذيذ جدا وبيرمز إلى كم كبير من المؤمنين، والمؤمنين كويسين كويسين. صعب اللي له عيب إلا يعني حاجة أنا تلمسها كده في الوسط كده، لكن عنده ميزات كتيرة جدا. يا ريت الله يكرم واحد زي يوصل نص ولا ربع عبادية. ممتاز الحقيقة. إيه حكاية عبادية دي؟ وجد إنه إيزابل أمرت بقتل أنبياء الرب. إزاي؟ شاف الامكانيات اللي عنده، اللي عنده مغارتين ولقى 100 واحد، قالوا اسمعوا انتوا هتقعدوا هنا استخبوا، اسمع اللي يكون صوت خالص، لو صوتكم طلع هتتقتلوا. وبعدين قال لهم انا هجيب لكم الخبز والميه كل يوم، كل واحد مثلا ما اعرفش كان موزعها ازاي، 50 رغيف 100 رغيف وجرد الميه كده، يروح ايه كام جرد الميه موزعها عليهم، موزعها المغاره الثانيه، وقال له هنا عمل حاجة، خدهم وعمل كده. وقعدت مدة كام يوم عالهم؟ 3 سنين و6 أشهر. في نفس الوقت، في نفس الوقت عنده قدرة يعني جميلة جدا إنه يروح لأخاب ولا كأنه عمل حاجة، لأن ده ضد أخاب خالص، لكن بيروح عند أخاب هناك ويمارس أعمال الملك. يعني وضعه يعني قدرات رهيبه جدا، يعني ازاي يمسك العصايه مش من الوسط، لا ماسكها من ناحيه ربنا، بس في نفس الوقت الدم اخاب ولا باين عليه حاجه. اخاب مستريح ان عنده واحد بتاع ربنا معاه في الله، هو طبعا معروف بتاع ربنا يعني بيبان كده من جوه، لكن مالوش مظهر يضاد الدوله في حاجه، وعايشين مع بعض كده في سلام، لدرجه انه عباديه اخد مركز كبير جدا عند اخاب. لما قال له عايزين ندور على عشب عشان ناكل البهايم بتاعتنا، ما لقاش حد يعتمد عليه اكثر من عباديه. قال له انا في سكه وانت في سكه، يعني هو نائب الملك تقريبا وصل، فما راح اخاب وحده في سكه وعباديه وحده في سكه. فهو ماشي كده بيدور على العشب ده، ايليا ايليا سجد له، ما كانش متاكد ولا انت ايليا انا ايليا، روح قول لسيدك. اخاب اني اتراءى له اليوم. قال له ايه يا عبادية؟ نقراها في ملوك الاول 18. فقال له، فقال له ده ايليا، قال له انا هو، اذهب وقل لسيدك هو ده ايليا. عدد 9، فقال، بيقول عبادية بقى، ما هي خطيتي حتى انك تدفع عبدك ليد اخاب ليميتني؟ انت عايز تموتني ليه؟ وايه الموضوع ده؟ حين الرب إلهك إنه لا توجد أمة ولا مملكة لم يرسل سيدي إليها ليفتش عليك، وكانوا يقولون إنه لا يوجد، وكان يستحلف بالحلفان، قول بإلهك، قول بإلهك إنه مش موجود عندك، يقول مش موجود. والآن أنت تقول اذهب قل لسيدك هو ذا إلي، أروح أقول له هو ذا إلي، ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك
إلى حيث لا أعلم، قال له ده أنا أقول لك لا يحصل، أنا همشي من عندك هنا كده ويروح الرب ياخدك ويطير بيك. فإذا أتيت وأخبرت أخاب ولم يجدك فإنه يقتلني، ولا حد هيقدر يمنعه يقتلني، وأنا غلبان وراجل طيب وأنا أخشى الرب منذ صباي. ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب، إذ خبأت من أنبياء الرب 100 رجل 50 50 رجل في مغارة وعلتم بماء، وأنت الآن تقول اذهب قل لسيدك هو ذا إيليا فيقتلني؟ بوز كده. طب إيه هنا الحتة اللي تعيب شوية عبادي؟ أنا بقول شوية عشان أنا بحترمه لأن أوحش منه كتير، لكن هي تعيبه شوية زيادة. يعني إيه الحتة اللي تعيبه؟ الفكرة هنا أن عبادية خايف ربنا يخمه. حلو الحتة دي؟ طب ربنا يخم حد فيكم يا حبايبي؟ حد منكم تخم من ربنا؟ طيب حد في العهد القديم ربنا خمه؟ طب اشمعنى يخمك يا عبادية؟ ما بيحصلناش احنا كده فاري ودين ربنا هيخمك جواك؟ بيحصل، بس الفرد شطان اعرفها، ربنا هيخمك. هو ما ينفعش التفكير ده يا عبادية مع الله، ده إله أمانة لا جور فيه. حينما يقول يفي إيليا اللي ربنا اداله هذا الصوت قال لك كده صدق إنه يتراءى، قال له الحق أقول لك إن اليوم أتراءى لأخاب، أنا هشوف النهارده. الراجل صدق ومشي فعلا لما خد التأكيد ده، بس قبل التأكيد ده كان خايف من خامة برضه. خليك زي عبادية، بس لما يجي لك الفرد جواك خده وارميه في بلاش في الزبالة هيطلع لك تاني، ارميه في البوتاجاز احرقه عشان ما يجيلكش تاني. قول له الله لا يخم، الله لا يغدر، الله مش انسان غادر، الله قدوس، الله يحفظ شعبه، الله تكلم كلمة الله ثابتة للأبد. نيجي لإيليا بقى، مش هنطول معاه كتير، ده هنطولنا في الخدمة. إيليا في الحادثة دي من أعظم لحظات ارتفاع إيليا الإيمانية. هتكلم حتة صغيرة على إيليا اللي هي جات في إيه في العهد الجديد، ونشوف فين حصل كده. في رسالة يعقوب أصحاح 5 قال إيه هناك يعقوب عدد 17: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. طيب عايزين نشوف الصلاة اللي بيتكلم عنها يعقوب. كان إيليا، نقول كده نحفظها مع بعض، كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، فصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. عايزين نشوف إيه الصلاة دي قال فيها إيليا إيه. نرجع لإيه؟ لملوك الأول أصحاح 17، إحنا قرينا 18 أصحاح اللي قبليه أصحاح 17 عدد 1: وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخآب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وبعدين فين الصلاة؟ وكان كلام الرب له قائلا: انطلق وانا متجه نحو المشرق. طب هو هنا صلى قال إيه؟ اللي بيصلي بيكلم مين؟ طب هنا كان بيكلم مين إيليا؟ كان بيكلم أخاب. طب دي مش صلاة. الصلاة في أصلها، الكلمتين دول: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. هنا إيليا بيعلن لأخاب ما أخذه من الرب في هذه الوقفة: وقفت قدامه، هو استدعاني وقفت قدامه، أو أنا طلبت أدخل إليه قال لي تعالى أدخل وقفت قدامه، قال لي روح قول لأخاب إنه 3 سنين
لن يوجد مطر إلا عند قولك إلي. فراح على طول طالع من حضرة الله وقال الكلمتين دول. يعقوب بيفسرها أن هذه صلاة، لأن الصلاة الحقيقية مش هي الكلمات اللي بنخرجها ولا هي الوضع الخارجي للصلاة ولا هو حتى أي مظهر مظهر الصلاة. الصلاة الحقيقية، ده كلام ده بقوله يا أحبائي، أنا شخصيا مقتنع بيه جدا، أنت براحتك. الصلاة الحقيقية حينما تجد قلبك واقف أمام الرب. في حلقة صلاة يبقى أنت بتصلي، في الكنيسة تبقى أنت بتصلي، في الحمام تبقى أنت بتصلي، في السواقة تبقى أنت بتصلي، في أي مكان تبقى أنت بتصلي. لدرجة أن قيل عن داود وإشارة شخص المسيح: أما أنا فصلاة. الرب يسوع طبعا كان 100% من وقته في حضرة الله، فهو صلاة، هو صلاة. عايز تعيش مصلي دائم الصلاة، قف أمام الرب دائما، تكلم مع الرب إلهك دائما، ادخل إلى حضرته دائما، اسجد عند قدميه دائما، تضرع له دائما، تضرع له دائما، اعرض كل أمورك قدام الرب، تكلم مع الرب، تحادث مع الرب، عيش مع الرب، ليكن الرب هو سيدك في حياتك وسلطان حياتك. هتلاقي ثمر عجيب جدا في حياتك. وحتى لما تتعب، زي ما تعب إليه صح على بعديه، تعب وخار وطلب الموت أمور صعبة جدا، الرب أواه وبارك وخلى كمل خدمته، وفي النهاية ادانا مثل طيب جدا. إيه؟ احنا شفنا زي ربنا موت مين؟ إيزابل. موت مين؟ أخاب. طب موت إيليا كيف؟ ما موتوش. ما موتوش، صعد به في مركبة نارية وقال ايش؟ اقول يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. عيش مع الرب، اتصل بالرب، كن في حضرة الرب، اتحد بالرب، اتلازز بالرب، ستجد هذا الوعد الأمين يتم لك حينما تؤخذ على السحاب لملاقات الرب في الهواء. يا أحبائي، هذا الوعد لكل المؤمنين، عبادي حيكون هناك كل المؤمنين، لكن بالأحرى جدا أيضا للمؤمن الأمين الذي عاش كل حياته صلاة. الرب يباركنا ويعطينا أن نستمتع بهذه العشرة الطيبة مع إلهنا، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين.